هنحل أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الأول في الباب الخامس، نركز فيها كده. بداية من صفحة 121. أول سؤال بيقول لي توجد قوة نووية قوية في أنوية كل مما يأتي ما عدا البروتيوم. ده لو أنا جيت كتبت الصيغة بتاعته هيبقى H110. ماشي، هنا جسيم واحد موجود داخل الايه؟ النواة. واحنا قلنا قوة الترابط النووي او القوة النووية القوية بتربط ما بين النيوكلونات الموجودة داخل الايه؟ النواة. طب انا عندي هنا هو نيوكلون واحد، يبقى مش محتاج يتربط مع حاجة. طيب عندك الديوترون اتش واحد كام؟ 2-1. المغنيسيوم ام جي 12 24 اهو، هيبقى في اكتر من نيوكلونات. ماشي يا جماعة. طيب التريتيوم هيبقى اتش واحد كام؟ 3-2. يبقى هيبقى في قوة نووية قوية في أنوية كل مما يأتي ما عدا البروتيوم. ماشي. الأزواج التالية توجد بينها قوة نووية قوية ما عدا. ها، قوة نووية ايه؟ قوية. ها، هيبقى مكان مين؟ ها؟ الالكترونات والبروتونات، لان القوة النووية بتربط ما بين مكونات مين؟ النواة. وقلنا لا تتوقف على نوع النيوكلون، بتربط ما بين نيترون ونيترون، بروتون ونيترون، بروتون وبروتون، اما الالكترون ملوش في الموضوع ده. خلاص. تتميز القوة النووية القوية بكل مما يأتي ما عدا قوة هائلة تعمل على مدى قصير. ماشي، تختلف على حسب شحنة النيوكلون. قلنا لا تختلف باختلاف نوع النيوكلون، لا تعتمد على نوع النيوكلونات يا دكتور. طبعا لا تعتمد على شحنة النيوكلونات، فانت عندك حاجتين عكس بعض فهتختار ما بينهم. تسمى كتلة النيوكلونات المترابطة بايه؟ تسمى كتلة كتلة النيوكلونات المترابطة. الكتلة الفعلية. طب كتلة النيوكلونات الحرة؟ النظرية. ماشي يا جماعة كده؟ يبقى حضرتك استبعدت دول ويبقى اسمها كتلة ايه؟ فعلية. واحد حد تاني كمان ممكن يقول لك ايه؟ ده هي كتلة نظرية هي نفسها الكتلة الحسابية، فنستبعدهم اتنين. كتلة النيوكلونات الحرة، قول يا يوسف يا بيلي. كتلة النيوكلونات الحرة. النيوكلونات الحرة اللي هي الكتلة ايه؟ الحسابية النظرية، بتبقى أكبر من الكتلة الفعلية اللي هي بتكون أكبر من كتلتها، بتكون أكبر من الكتلة الفعلية للنواة في حالة الأنواع الثقيلة فقط، لا في كل، أكبر من الكتلة الفعلية لمين؟ للنواة. نور أحمد، أي أنوية ذرات النظائر الآتية تتساوى كتلتها الفعلية مع كتلتها النظرية؟ البروتيوم. اشمعنى؟ هو في بروتون واحد، في بروتون واحد، ماشي، فمش محتاج ترابط، فمش هيحصل فقد عشان يربط مكونات الإيه؟ النواة. اللي جنبها، إذا كانت الكتلة الفعلية لنظير أو لنواة نظير الكلور Cl17، هنا يا جماعة الخير محتاجين نعمل إيه؟ بص بقى معايا كده. هعمل لك شويه خطوات كده انت محتاج تعملهم في كل مساله. هتجيب لي كتله البروتونات، وهتجيب كتله النيترونات. يبقى هتجيب كتله البروتونات وكتله مين؟ النيترونات. وبعد كده هتجيب لي الكتله الحسابيه اللي هي مجموعهم الاثنين. وبعد كده هتجيب النقص في الكتله اللي هو الكتلة الحسابية ناقص الكتلة الفعلية. وبعد كده تجيب مين؟ الإي. طيب تعالى بقى حضرتك نجيب له كتلة البروتونات اللي هو عدد البروتونات في كتلة البروتون. طيب احنا عندنا عدد البروتونات هنا كام؟ 17. يبقى 17 في كتلة البروتون 1.02 7.28. حد يشوفها لها تساوي كام؟ تبقى 17 وفك. عدد البروتونات هنطرحه من عدد الكتلي يطلع لي هنا كده كام؟ 18. يبقى عدد النيترونات كام؟ 18. في 1.06866 تساوي 17 وكام؟
بعد العلامة ايه؟ بعد العلامة واحد اثنين ها؟ ثلاثة ثلاثة بس؟ 17 من 37 20 ماشي خلاص ماشي هيبقى 20 اهو خلاص 20 انا بطرحها على قديم اللي فوق ديت مظبوطة كده؟ طيب ديت هتطلع كام؟ 20 وكام؟ وكام؟ اللي بعد السبعة كام؟ ثلاثة اثنين كمل للآخر عاوز بعد كده اجيب الكتلة الحسابية اجمعهم الاثنين مع بعض هيبقى 37 علامة 2 9 6 2 ماشي يا جماعة كده؟ طيب دي اسمها الكتلة الايه؟ الحسابية عاوز اجيب النقص في الكتلة اجيب له النقص في الكتلة ازاي؟ الكتلة الدهي اللي هي الحسابية ناقص الايه؟ الفعلية الفعلية عندي كام؟ 36 علامة 966 شوف الناتج هيساوي كام عشان نجيب له الناقص في الكتلة ونضربه في 931 كام يا رجال؟ 3300 حلو تعالى بقى كده نشوف الاختيار يلا نصغر ديت ونشوف اول حاجه بقول لك الكتله النظريه للبروتونات 20 لا ديت بتاعت مين نيترونات المفروض طيب الكتله النظريه للنيترونات 17 ونبدلهم الاثنين مع بعض طيب الناقص في الكتله 331 330 تقريبا طب تعالى نشوف طاقه الترابط النووي اضرب لي الرقم ده في 931 كده لو طلع ده يبقى نختار اللي تحت الرقم ده هو في 931 خلاص يبقى الاختيار بتاعنا هيكون مين جي بالتقريب طبعا ماشي اللي بعده قول يا عمر عندما تكون طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون كبيرة فهذا يعني أن نواة هذا النظير لا مستقرة جدا جدا كل ما طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون زادت كل ما الاستقرار ايه زاد شروق خالد شكل البيان المقابل بيعبر عن طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون أي من هذه العناصر هو الأكثر استقرارا شكرا يا سعيد ربنا يخليك هو سعيد جابه معلش يا شروق ليه زيد عشان كل ما زاد طاقه الترابط النووي لكل نيوكلون زاد الاستقرار قول يا شروق اللي بعده خلاص يا سعيد اذا كانت طاقه الترابط النووي لنواه ذره الهيليوم اتش 2 4 هنطرح الاثنين من بعض بيطلع هنا كده كام 2 يبقى عندي بروتونين ونيترونين بتساوي 28 ده عطلنا طاقة الترابط النووي الكلية عاوز لكل نيوكلون نقسم على كام؟ على أربعة نقسم على عدد الكتلي بص كده بص يا جماعة طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون بتساوي مين؟ البي اي على ايه؟ طاقة الترابط النووي الكلية على عدد الكتلي يبقى 28 على الأربعة يبقى فيها كام؟ سبعة طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة الديوتيريوم ديوتيريوم ده اللي هو مين؟ اتش 1 2 1 هنقسم على كام؟ هنقسم على كام؟ هتبقى باء اللي هي باء مين؟ طيب هو هنا بيتكلم على مين يا جماعة الخير؟ ايه دلتا ام في سي تربيع؟ ام في سي تربيع اللي هو طاقة الترابط النووي. ما هو ده قانون اينشتاين. خلاص كده؟ التغير في الكتلة مضروب في مربع سرعة الايه؟ الضوء بس هنا بوحدة الكيلو ايه؟ جرام. قاسمها على مين؟ ها؟ قاسمها على الاثنين. يبقى دلتا ام سي تربيع هقسم على كام؟ على الاثنين. يبقى نص. ليه بقى قاسم على الاثنين؟ عشان عدد الكتل بتاعنا كام؟ اثنين. بس يا دكتور
اذا علمت ان كتلة نواة الديوتيريوم، لما اقول لك كتلة النواة يبقى يقصد بقى الكتلة الفعلية ولا الحسابية؟ الفعلية. وكتلة البروتون وكتلة النيترو، ما قيمة طاقة الترابط النووي؟ عاوز اكتب القانون بتاعنا واشتغل مرة واحدة. الاي بتساوي او البي اي بتساوي، ركز كده معايا، عدد البروتونات في كتلة البروتون، عدد البروتونات واحد في واحد، علامة صفرين، سبعة، اتنين، تمانية، دي اسمها كتلة البروتونات، زائد عدد النيترونات هيبقى واحد في واحد، علامة صفرين، تمانية ستتين، ده اسمها كتلة مين؟ النيترونات، ناقص الكتلة الحسابية اللي هي كام؟ اتنين علامة صفر واحد اربعة واحد صفر اتنين. كل ده هنضربه في كام؟ 931. الناتج شوفها يطلع كام بقى؟ يطلع زي ما يطلع، بس لازم تركز وانت بتحسب. الناتج طلع كده ان شاء الله هيطلع بعد الفطار. واحد ماشي. اللي بعده، اذا كان الفرق بين كتلة النيوكليونات وحرة، السؤال ده اللي بيجي كتير في الامتحان، اذا كان الفرق بين كتلة النيوكليونات الحرة والنيوكليونات المترابطة، يبقى هنا بيتكلم على النقص في مين؟ الكتلة او الكتلة المتحولة بيساوي كام؟ نص. قلنا النقص نفسه نص، يبقى نضربه في 931، نص في 931 ماشي يا جماعه كده 465 ونص. طيب هنا عاوز الكتله المتحوله، النقص في مين؟ في الكتله. بص يا باشا كده، النقص في الكتله بيساوي طاقه الترابط النووي على 931. طيب ركز معايا، لا مش الرقم ده، ركز، لانه ايه اللي ايه؟ لكل نيوكلون، يعني هو عاطلنا لكل نيوكلون، فانا هجيبها للنيوكلونات كلها وبعد كده بقسمها. طيب هو كام نيوكلون هنا؟ يبقى نقول له كده 4 في 7 علامه 0 0 9 5 4 5 ونقسم على 901 وكام؟ و30. ماشي بس كده افضل. تطلع ايه؟ ديت يعني اكيد؟ اللي بعده، اذا علمت ان كتلة نيوكلونات نظير سي يو 29 65 المترابطة، يبقى كده بيقصد ان هي يا جماعة؟ بيساوي 64 9 5 2 8. كم تكون كتلة نيوكلونات نفس الذرة الغير مترابطة؟ ما اعطاش أي حاجة. انا كده بقول لك بقى تفهم المعلومه اللي احنا قايلينها، ان كتله النيوكليونات المترابطه بتكون صغيره، ها يبقى الحره اكبر، هو عاطلنا الفعليه يبقى الحسابيه اكبر. طيب دي كام؟ انا عاوز الاكبر من 64، طبعا هنا ده اصغر. مش هتبقى نفسها ولا اصغر منها. نعم ماشي يا جماعه. لا ما احنا قلنا ليه؟ اذا علمت ان كتله البروتون كذا وكتله النيترون كذا، فما الكتله الفعليه لنواه نظير التريتيوم؟ هنا بقى حضرتك هتجيب الايه؟ الحسابيه، وتجيب اللي اقل منها. الحسابيه يا جماعه الخير بتساوي عدد البروتونات في كتله البروتون زائد عدد النيترونات في كتله النيترون، ده تريتيوم، يبقى 1 3 2. يبقى نضرب عدد البروتونات في كتلة البروتون، واحد في علامة، واحد علامة صفرين، سبعة اتنين تمانية، زائد اتنين في واحد، علامة صفرين، تمانية ستة تين. شوف لي الناتج ده هيساوي كام واختار الأصغر منه، لأنه عاوز نهيه الفعلية. دي طلعت كام؟ تلاتة وكام؟ هتستبعد الأخير عشان الخمسة ده أكبر من التلاتة. هو طلع كام يا جماعة؟ طلع 3 0 2 4 6. الناتج ده اهو استبعده، انا هجيب الاصغر منه بقى. ألف ألف أصغر.
قارن التلاتة زي التلاتة. هنا اتنين والاتنين اكبر من الصفر بقى ما ينفعش. خلاص؟ ركز. اذا علمت ان طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة ذرة الكربون لكل نيوكلون نيوكلون الواحد. طيب الكربون بتاعنا سي 6 كام؟ 12. اضرب في 12 ليه؟ عشان اجيب له طاقة الترابط النووي الكلية. طلعت كام طاقة الترابط النووي الكلية؟ متأكدة؟ 89. كملي للآخر. 0.4. ها؟ حلو، دي اسمها طاقة الترابط النووي الكلية. بتساوي الكتلة النظرية اللي هي كتلة البروتونات زائد كتلة النيترونات، عدد البروتونات في كتلة البروتون زائد عدد النيترونات في كتلة النيترون. طيب عدد البروتونات قلنا كام بروتون؟ 6. في 1 علامة صفرين 7 2 8 زائد 6 في 1 علامة صفرين 8 6 تين. دي اسمها الكتلة النهائية يا جماعة الحسابية. ناقص الكتلة الفعلية اللي هي المطلوبة هنعملها اكس. كل ده ب 901 وايه؟ هتقوم حضرتك تعمل ايه؟ تقسم لي الرقم ده على 931. ماشي؟ ها؟ هتعمل الرقم ده اهو على 931. ماشي؟ وهتطرحه من الرقم ده. بصوا يا جماعه الخير، انت هتعمل ايه؟ اجمع الرقم ده اهو. ماشي؟ الرقم ده اهو هتقسمه الاول على 931. ماشي؟ وبعد كده هعدي مكان الكتلة الايه؟ الفعلية، واجيب الكتلة الفعلية التانية الناحية التانية بعكس الإشارة. شغل رياضة بقى. يا حلاوة. بصوا يا جماعة الخير. ممكن احلها زي ما انا حل من شويه. هحسب الكتله الحسابيه، الكتله الحسابيه بتاعت، واختار اللي اقل منها. اللي اقل منها وقريب منها، ما يبقاش اقل منها تبقى 10 يعني. يبقى انا لو حسبت الكتله الحسابيه تطلع 12 وشويه. خلاص؟ نشيل الشويه تبقى ال 12. ومعاك دهيت واشتغل شغل الرياضه زي ما انا قلت لك. هتقسم الرقم ده على 931 وتطرحه من ده. اجيب لك قانون اكتبه لك؟ انا عارف ان انتوا استغفر الله العظيم يا رب، الناس هتقول علينا ايه والله. الكتلة الفعلية بتساوي الكتلة النظرية ناقص طاقة الترابط النووي على 931. اللي بعدها، اذا علمت ان طاقة الترابط النووي لنواة احد نظائر النيتروجين بتساوي الرقم ده. فين المسألة؟ طاقة الترابط النووي لنواة احد نظائر النيتروجين هتساوي الرقم ده 90 96 56، وكتلته الفعلية بتساوي ده. عاوز الكتلة الايه؟ النظرية. اولا الكتلة النظرية هتبقى اكبر من الرقم ده، اكبر من 13. حاول تستبعد اي حاجة. هتستبعد دي؟ هتستبعد دي؟ هتبقى جيم؟ خلاص ماشي. هتبقى اكبر منها وقريبة منها. ماشي، لان النقص بيكون حاجة صغيرة. ما العدد الكتل النظير طاقة لنظير عنصر طاقة الترابط النووي الكلية بتاعته 342، وطاقة الترابط النووي لكل نيوكلون. بص يا باشا العدد الكتلي بيساوي طاقة الترابط النووي الكلية
على طاقه الترابط النووي لكل ايه نيوكلو، يبقى 342 على 8 5 5 تساوي كام؟ 44 40 خلاص ماشي. المساله ديت خلي بالكم هنا عاوز عدد النيوكلونات، يعني عاوز العدد اهو الكتل. هو اول حاجه عطلنا طاقه الترابط النووي الكليه، وعطلنا الكتله الفعليه، عطلنا الكتله ان هي الفعليه، وعطلنا كتله البروتونات والنيترونات، يبقى اجيب له الناقص في مين؟ في الكتل. ناقص في ايه؟ في الكتل. لا استنوا، هنا في حاجه، لا ما فيش حاجه غلط ولا حاجه، بس هو هنا ما عطلناش كتله البروتونات. هكتب القانون وعوض فيه على طول. بصوا كده معايا، احنا كنا بنقول طاقه الترابط النووي الكليه اللي هي الاي قلنا بتساوي كام؟ 2 9 957 هيساوي عدد البروتونات عندي هنا كام؟ 14. في كتلة البروتون اللي هو 1 علامة 0 7 2 8 زائد عدد النيترونات بيساوي ايه؟ العدد الكتلي ناقص 14 بيساوي اكس ناقص 14 في 1 علامة 0 8 6 تي ها ناقص الكتلة الفعلية اللي هو اعطاها لنا كام؟ 2 7 علامة 9 7 6 1 6 في 931 على الآلة الحاسبة واشتغل وطلع لي الإكس. نعم يا حاجة اشتغل بالآلة الحاسبة. ممكن حضرتك تعمل إيه؟ ماشي ماشي اشتغلي بس يا دكتوره موزه عشان الوقت الله يبارك فيك. المساله قدامكم خلصوها رياضه بقى زي ما انتم متعودين. هتقسم الرقم ده اهو على اللي هناك ده، وبعد كده تجيب لي قيمه الاكس. ماشي. في ناس ثانيه بقى بتريح دماغها وتريح دماغنا وتيجي على نفسها شويه ويجرب الاختيارات، يعني ايوه يجرب الاختيارات بتاعتي، يعني مره يجرب ان هم يبقوا. طبعا يا جماعه الخير عدد النيوكلونات المستحيل يساوي 15 ومستحيل يساوي 14. ليه؟ لان عدد النيوكلونات مجموع البروتونات والنيترونات، صح؟ طيب البروتونات عندي كام؟ 14. يبقى النيترونات يا تطلع 15 يا تطلع كام؟ 14، فمجموعهم يبقى 28 يا كام؟ يا 29. جرب انت مره البروتونات ب 14 وجرب النيترونات جرب 14 وشوف الناتج هيطلع معاك ولا لا، وجرب بايه؟ ب 15. النظائر والاستقرار النووي. قول يا شروق. شاهد. النظائر الخفيفة المستقرة تكون نسبة الـ N للزد. واحد لواحد. نعم. العناصر قول يا العناصر التي يقل زد فيها اللي هو عددها الذري يقل عن 20 تكون نسبه ال ان بيه؟ هي خفيفه برضه واحد لواحد تقريبا. قول يا امان. اقصى عدد من البروتونات يمكن ان يتواجد في نواه ذره ما وتظل مستقره؟ 82 اللي هو بتاع مين؟ الرصاص. شاطر. قول انت بقى. أي مما يأتي يعبر عن أثقل نواة مستقرة وعدد نيترونات ده على الترتيب؟ الرصاص. برضه رصاص 82. وعاوز عدد مين؟ نيترونات مش النيوكلونات. وعاوز عدد النيترونات. حتى احنا كنا كاتبينه كده، رصاص بي بي 82 208 126 وقلت لك اتحفظ. يوسف عبد العزيز. عندما يتحول البروتون الى نيترون في نواه العنصر مش هينطلق بيتا موجب، ما هو بروتون فقد موجبيته فيطلع بيتا موجب اسمه بوزي ترون، والتاني اسمه ايه؟ بيتا سالب. اللي هو اسمه الكترون نواه.
البوزيترون هو قولي يا موز. هو الالكترون موجب الايه؟ الشحن. معروف يعني. قولي يا شاهد. شاهد عليه. عند انبعاث دقيقة بوزيترون من نواة عنصر غير مستقر هيتحول ايه لا هو بوز. اللي بيبدأ بحرف الباء هو اللي بتغير. ها يبقى يتحول بروتون الى نيترون فيتكون نيترون ايه؟ جديد. تحول بروتون الى نيترون يبقى البوزيترون بيجي من تحول مين؟ بروتون الى نيترون فيتكون نيترون جديد. والعدد الذري هيقل مش هيزيد. مالناش دعوه باشعه اكس هنا. قول يا شادي. اي مما ياتي يكون عدد النيوكليونات فيه اربعه. دقيقة الفا. برافو عليك دقيقة الفا. اهو ما نواة ذرة الهيليوم اتنين بروتون واتنين نيترون. قول يا سعيد. من الانواع التي تقع يمين حزام من الانواع التي تقع يسار حزام الاستقرار يا سعيد. يسار يبقى نيتروناته اكبر. ايه ده ماشي. تعال نشوف كده. دول اتنين واتنين مش نافع. ده هيبقى الحذاء. ستة اربعتاشر يبقى هنا كده تمانية. يبقى هو ده. ده تسعة من سبعتاشر يبقى هنا ستة. يبقى ده المفروض يقع فين؟ يمين. وده على الحذاء. قول. من الانواع التي تقع يمين حزام الاستقرار. هنا 19 من 38 19 متساويين مش نافعنا. 19 من 35 كام؟ 16. يبقى بروتوناته اكبر يبقى يمين. يبقى هو ده. قول يا مريم ومصطفى. تصل نواة النظير اتش 1 3 الى حالة الاستقرار. هو في اتنين نيترون وفي واحد بروتون. بانبعاث ايه؟ هتبقى الف دقيقة الفا. مش مستحيل. هو دقيقة الفا ديت اللي هي اتش اي 2 4. يعني هو هيطلع اشعاع اتقل منه جسيم ايه؟ نيترون هيتحول الى بروتون فيطلع جسيم ايه؟ ركز معايا الله يبارك فيك. بيقول لي هنا ايه؟ من الشكل المقابل حزام استقراره ما الرمز الذي يعبر عن نواة عنصر مستقرة؟ لازم يبقى واقع الحزام ايه؟ نفس الشكل برضه. بيقول لي ما الرمز الذي يعبر عن نواة العنصر التي تفقد دقيقة الفا؟ يبقى موجودة دقيقة الفا المفروض تبقى اعلى حزام الاستقرار دي. عنصر عدد الكتل 54 وتحتوي نواة ذرته على 27 بروتون يبقى 27 54 27. فإذا انبعث عن نواة ذرة هذا العنصر بوزيترون ما يطلع بوزيترون يبقى بروتون يتحول إلى نيترون. فما العدد الذري؟ العدد الذري هيقل هيبقى 26 وهنا 28 وده هو هيبقى 54 زي ما هو. 26 وكام؟ طبعا ده هو بيفترض. بيقول لك إذا شكل المقابل بيوضح سلسلة من التفاعلات النووية أيا مما يأتي يعبر عن نظرين لعنصر واحد. النظائر يا جماعة الخير بتتفق في العدد الايه؟ الذري. عدد بروتوناتها ثابت اهو. الاي الاي والبي والدي والاي. مين اللي موجود من؟ دي وايه؟ النظائر بتتفق في العدد نوع الذري وتختلف في العدد الكتل.
الكوارك دي دي يعني ايه؟ دون سالب طول. تركيب البروتين أبين ودون أب دون. أي مما يأتي يتركب من ثلاث كواركات دي يو نيترون. ما تهدوا بقى عشان نخلص. عدد الكواركات السفلية في النيترون دي يساوي عدد الكواركات العلوية، لا ضعف عدد الكواركات العلوية. أي مما يأتي يمثل الكواركات العلوية والسفلية على الترتيب في نواة التريتيوم. التريتيوم اتش اي 1 3 2. قلنا بجيب الكواركات العلوية بضرب العدد الذري في 2 واضيف عليه عدد النيترونات. 1 × 2 = 2 زائد 2 يبقى العلوية 4. العلوية 4 والسفلية بيزيدوا عنهم بمقدار 1. ليه بقى؟ لأن إذا كان عدد النيترونات بيزيد عن البروتونات فالسفلي يزيد عن العلو بنفس المقدار. وإذا كان عدد البروتونات بيساوي النيترونات يبقى العلو هيساوي الإيه؟ السفلي. ما عدد الكواركات العلوية في نواة ذرة الأكسجين؟ بص يا حاج، عاوز تجيب الكواركات العلوية؟ هتقول لي هنا دي 8 من 17 يبقى هنا كده كام؟ 2 في 8 16 زائد 9 أي الأزواج التالية تكون النسبة من عدد الكواركات العلوية لعدد الكواركات السفلية في كل منها متساوية؟ لازم يكون عدد البروتونات بيساوي عدد النيترونات. النسبة من عدد الكواركات العلوية لعدد الكواركات ده 1 هيبقى هنا كده كام؟ وهنا كده كام؟ مش نافع. هنا هيبقى ليه بقى؟ عدد العلو بيساوي السفلي في النسبة 1 لـ 1، هنا العلو هيساوي السفلي يبقى 1 لـ 1.